بالعودة إليك دكتور ربحي، رفح الآن العلامة الأبرز رغم احتلال استعراضي لدولة الاحتلال لرفح، قامت وما زالت المقاومة تقصف، واليوم أسقطت 12 أو في خلال 24 ساعة الماضية أسقطت 12 جند إسرائيليا قتيلا، وأكثر من 24 أو ل 27 حسب اختلاف الأنباء مصابا من جيش الاحتلال الإسرائيلي. برأيك من سيتحكم أو من هو المتحكم الآن في الصراع في غزة بعمومها والرفح خصوصا، جيش الاحتلال أم المقاومة؟ في تقديري، وأنا يعني سبق لي أن كان لي شرف أن زرت القطاع ويعني زرت بعض المواقع التي تتحدثون عنها، وأعرف منطقة رفح تماما، وعبرت المعبرة كما يعني شأن الآخرين، ولدي بعض الاطلاع على المنطقة وعلى ولدي يعني أيضا بعض المعلومات عن صمود شعبنا، والعالم كله شهد على امتداد كما تفضلتم ما يزيد عن 220 أو 22 يوما على نوفمبر على أكتوبر الماضي، وشعبنا صامد وقادر على الصمود. صحيح أن الاحتلال وصل إلى رفح واحتلها ويمارس عن جهيته وطرسته في يعني في مواجهة مقاومة محدودة القدرات العسكرية، لكنها قوية الإيمان بحقها وبالدفاع عن أرضها وعن شرفها وكرامتها وأمتها. يقيني أن هذا العزم لدى أهلنا الذي استطاع أن يلقن العدو في أكثر من واقعة عسكرية خلال هذا العدوان الهمجي، ويوميا نستمع ونشاهد يعني نرى على الفضائيات ومن خلال المعلومات التي تنشرها مختلف وسائل الإعلام والمصادر المقربة من الحدث، أن الاحتلال في كل دقيقة يذوق ضربة قاسية من أهلنا المقاومين هناك، وأهلنا قادرون على الصمود، لكن الاحتلال وقد بدأ الخلاف بين قياداته حول مواصلة تقديم هذه الضريبة الكبيرة جدا من القتلى والسرعة من أفراد جيشه كل دقيقة، والجرحى التي يخفون منها أضعاف ما يعلنون، لن يستطيع المضي قدما. يقيني أن يعني لا أريد أن أقول الأيام القادمة، لكن على الأقل في الأسابيع القادمة سيذيقهم أهلنا، خاصة وأن مقاتلينا في القطاع بدأوا يتمرسون على طرق المواجهة، مواجهة هذا العدو من موقع إلى آخر، يذيقونه كل يوم الهزائم وعشرات القتلى والصرعة من جنوده وقواته. هذا العزم أنا على يقين أنه في النهاية سيلجم الاحتلال، وسيضطر الاحتلال أن يرحل يعني عما قريب، لا أقول يتوقف، سينهزم أمام صمت عربي، رغم الصمت العربي الذي للأسف الشديد لم يرقى إلى مستوى المسؤولية ومواجهة الحدث. رغم كل ذلك أهلنا، عزيمة أهلنا، إصرار أهلنا، قدرتهم على مواجهة العدو بأظافرهم بأيديهم بقلة مما لديهم من السلاح حتى ولو كان محدودا، لكنهم أنا يعني على يقين أننا خلال الأيام القليلة القادمة سنرى العدو يعني ينهزم من موقع إلى آخر، وبالتالي صمود أهلنا سيلزمه بوقف هذا العدوان وبشل قدرته على مواصلة هذا العدوان.
رغم ضحايا الكثيرين الذين يرتقون إلى العلياء كل يوم من أهلنا، والشهداء كما ذكرتم زادوا عن يعني أكثر من 35,000 شهيد، والجرحى يزيدون عن قرابة 80,000. هذا العدد لم يحصل في التاريخ أن قدمه شعب أو قدمته دولة يعني مساحتها أضعاف 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 مساحة القطاع الذي تمكن وأهله قادرون على الصمود وعلى إلحاق الهزيمة رغم هذا الصمت الذي يبعث على الألم في أوساطنا في الدول العربية 22. وأنا أقول ذلك، المؤتمر المنعقد الآن يتحمل مسؤولية تاريخية إذا بقي صامتا ومتفرجا واكتفى بالبيانات لا أريد أن أقول الهزيلة. كان يفترض أن يتخذ الزعماء العرب المنعقدون الآن في قمتهم، كان من المفترض في اليوم الثالث للعدوان أن يتخذ قرارا بالمواجهة لا بالصمت. وأنا هنا أحمل مصر كبرى دولنا العربية المسؤولية الكبرى فيما يجري، لأن مصر قادرة على رصد العدوان وهي التي تتحكم في معبر رفح لأنه جزء منها وجزء من فلسطين، وعليها أن تعود لتاريخها ولعروبتها.